قوي وعايزه اعمل شربات كده تنزل البحر زي شربه الكرنبي. هي اكتر شوربه مشهوره الشوربه الحارقه للدهون اللي هي شوربه الكرنب الاحمر. اعملها لكم. قولي لي عليها. حاضر، واعملها لكم كمان ان شاء الله. تأمريني يا امري حبيبتي. حاضر، من عينيا. ربنا يخليك. تعيشي. الف سلامه عليكي، صحه وعافيه يا رب. بصوا كده الزيت، وحطيت فيه اهو قطعتين زبده يسيحوا بس، وهنزل بس بالسوسيز يتشوح، وبعد كده الزيتون وشويه الجبن وشكرا. والايه الاباتشي، يلا بينا. ادي السوسيز بالشكل ده، ياخد تشويحه حلوه مع شويه فلفل اسود وسنه ملح بسيطه بس اهي حاجه. بصوا الملح كده حاجه بسيطه، لان انا عندي جبن برضو وعندي زيتون، وكده كده السوسيز اصلا فيه التوابل والبهارات بتاعته. تشويح كده بالشكل ده، وهجيب طاسه تانيه وطبق عشان اوريكم هعمل ايه. نسيبه يتشوح كده ونجيب طاسه وطبق. ادي الطاسه، بسم الله. بس كده، بصوا تشويح خفيف، هو مش محتاج طبعا انه يستوي ولا 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 الكلام ده خالص، هو تشويح بس كده اهو، ما بيتحطش عليه بيض ولا حاجه، هو السوسيز وشويه الجبن والزيتون. وهنعمل دلوقتي حركه ان شاء الله تطلع حلوه قوي يعني باذن الله. يا الاء. ايوه يا مدام هيرشي. ازيك يا لولو؟ الحمد لله. ازيك انت يا لولو، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ممكن متابعاك، عايزه اقول لها على الهوا انها بحبها قوي. ربنا يخليها لك يا لولو. انت مزعلاها في حاجه؟ لا، اعترفي. بس انا بحبها قوي. حبيبتي ربنا يخليها لك يا حبيبتي يا رب. اللي يحبك يا مس غاده يا مس هاله ما يكرهش حد اصلا. ربنا يخليكي ويدوم كده بينا دايما المودة على الحاجات اللي انت بتعمليها. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا قمر. الف شكر حبيبه قلبي، يا رب تكون سامعاكي يا حبيبتي يا رب. بصوا حطيت الزيتون، وهحط بقى هنا، هجيب معلقه واحط اي نوع جبن موجوده عندك بقى. هنا انا حطيت رومي اهو كده، واحط شويه موتزاريلا، ده كده الحشو من جوه. وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه على وش الساندوتش. نقلب بس كده، بسم الله كده هون، ونجيب الفينو ونحشي الاباتشي اهو. مش عايزه الطاسه دي تسخن. طب الحمد لله ما سخنتش. ادي الفينو، ادي طبق فاضي، بسم الله. انتوا ايه خايفين لا الفينو يهرب؟ مربطينه. نجيب الفينو كده. بصي بقى يا ام صبري. هلا. ازيك يا ام صبري؟ الله يسلمك. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله، يا رب دايما بخير يا ام صبري. الحمد لله. قولي لي يا ام صبري، انا معاكي، ليكي اي سؤال؟ عايزه اسال على المكرونه البشاميل والجلاش. والجلاش، جلاش باللحمه المفرومه برضو؟ ايه؟ الجلاش باللحمه المفرومه؟ حاضر يا ام صبري، من عينيا. تأمريني امر. حاضر حبيبتي. حط كده، لو عندك جبنه بيضه ماشي، عندك جبنه كوبايات ماشي، جبنه سايبه بلدي ماشي، جبنه علب ماشي، اي نوع جبن حطيه مع الزيتون والسوسيس بالشكل ده. اصلا دلوقتي الجبن اللي جوه دي هتسيح وهتخلي الحشوه تمسك في بعضها. تعالوا اوريكم بس الحركه دي هنعمل ايه، وبعد كده انا هكمل الحشو بتاعهم. خلي ده هنا كده دلوقتي. هجيب ادي السندوتشات قدامي، شويه موتزاريلا على الوش كده،
نزلها كده كلها جوه بالشكل ده. بصوا ثبتها بس كده، مش تنفع المعلقه، انا عايزه اثبت الجبنه، يبقى خليها بايدينا بقى. طبعا الاباتشي هو لغايه ما عملنا الحشوه، لكن بعد كده اللي انا بزوده ده دلوقتي ده ايه؟ التاتش بتاعنا، لازم نحط التاتش بتاعنا يا جدعان، امال ايه؟ كده يا مدام الهام. ايوه معاكي انا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الو، ازيك يا مدام الهام؟ أيوة. سامعاكي. الله يخليكي يا مدام هاله، اهلا بيكي. الله يخليكي، ازاي؟ انا اول، طبعا اول مداخله ليا معاكي. اهلا وسهلا. انا عايزه من حضرتك طلب. قولي يا حبيبتي، تحت امرك. انا عايزه طريقه اي حاجه للشوفان عشان انا ناويه اعمل تخسيس. طيب اكتر حاجه لما بنحطه في الزبادي. ايوه حضرتك. وبنعمله كمان، بنعمل بسكوتات بالشوفان تبقى حلوه. أيوة. قوي. انا عايزه حلقه كامله لو سمحتي. ممكن عيني. اكل، ممكن بسكويت، ممكن اي حاجه. حاضر، من عينيا الاثنين. والله فكره حلوه واعملها لك. حاضر من عينيا. الله يخليك يا رب، انا بشكرك وانت منوره الشاشه. ربنا يخليك. وانت قمر صراحه، يعني بصي القمر بيطلع في السماء وانت بتطلعي على الشاشه. والله ده من ذوقك، والله الف شكر يا حبيبتي، شكرا، وفكره حلوه ونعملها من عينينا. حاضر، نعمل حلقه كده لكل، مش لكل يعني، اغلبيه وصفات الشوفان. حاضر من عينيا. ونعمل كمان الشوربه الحارقه للدهون، تبقى الحلقات بقى اللي انتوا طلبتوها لوصفات الدايت، من عينيا الاثنين. شايفين انا عملت ايه هنا في السندوتشين دول؟ كافياهم ازاي عشان الموتزاريلا تسيح وتديني شكل حلو متحمر كده زي البيتزا بالظبط. عايزين بقى نوسعهم كده عشان نجيب السندوتش التاني جنبهم. وسعوا كده عشان تاخد اخوكوا جنبكوا. يلا نجيب الموتزاريلا نحطها عليه، نفس الحكايه كده، اثبت بس الموتزاريلا عشان لما اجي اقلب الساندوتش اعرف اقلبه من غير ما تقع مني. بصوا كده بالشكل ده، ثبتها كده بايديا اهي، ثبتت كده معايا. تعالى بقى معانا كده يا سباعي هناك على الطاسه عشان نوري حبايبنا. بعد ما ثبتت الموتزاريلا كده هروح واخداها، بصوا حاطه ايديا ازاي، ايديا كده اهي، واروح قلباه كده اهو، حطاه كده كده الفين وطري اهو زي ما هو، ما خدش السخونيه. مثلا حد يقول ممكن تدخليه الفرن، لو دخلته الفرن الفينو هينشف. هنا كده الفينو طري زي ما هو، ما خدش حراره تنشفه، وفي نفس الوقت الموتزاريلا من تحت بتسيح وتديني لون حلو قوي للساندوتش بتاعي.